عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي اللي دايما متابعيني وشايفين الحاجات الجديدة وانفراد اليوم بوجود الدوج رام زي ما حضراتكم شايفين كده. دوج رام طبعا 4x4 1500 5700 سي سي هيمي، طبعا موديل 2022 زي ما حضراتكم شايفين كده. 2 باب بنزين خليجي، ده البوكس بتاعها، وعندنا طبعا اللون منها برضو الابيض. الحاج المرة دي شكل العربيات علشان الناس كانت عندنا فيراني واسود وما كانش مطلوب، بس الحمد لله طبعا تم البيع. يعني هي اذواق برضو. فعندنا حاليا زي ما حضراتكم شايفين كده الشاشة بتاعتها طبعا من جوه، هي نازلة طبعا من غير فتحة سقف. 2022، اللي مهتم وحابب يعرف العربية بكام اكيد هيكتب لي كومنت. شكرا ليكم ولدعمكم، ويا ريت كل الناس اللي ما اشتركتش في القناة عندي يا جماعة يا ريت تشترك علشان يجيلها كل جديد. سلام عليكم.